وليدات اليوم غادي نتكلموا على واحد الموضوع مهم جدا بحضور دكتور عفيف مولاي سعيد اللي هو طبيب أطفال. اليوم غنتكلموا على فقدان شهية عند وليداتنا. كنا كنشكاو كأمهات وكولياء أمور أكيد كنعانيو الأمرين بحكم أن الوليدات ما تبغاو شيء يأكلوا الأكل الصحي المتوازن، يعني ما تبغوش يأكلوا الخضيرة، الأكل المجهز في الدار، وتبغيو دائما غير الأكل ديال برا. الأكل الجاهز نظام الأكل بطبيعة الحال مهم جدا أو ما يعرف بالنظام الغذائي عند وليداتنا، لأنه عنده تأثيرات وعنده عواقب مهمة للطفل اليوم اللي هو رجل الغد. فلذا من رجل الغد يكون بصحة جيدة ويكون فعلا رجل غنقدروا نقولوا ليه خصو يأكل من الأساس من الصغر. فدكتور عفيف مولاي سعيد اليوم غادي يتكلف بهذا الموضوع، غادي يحدثنا عن البداية الأصل، يعني ملي كيكون رضيع الرضاعة الطبيعية والأهمية ديالها، النظام الغذائي بعد بطبيعة الحال يعني الست شهور وفما فوق، يعني ملي كيبدا الطفل ديالنا كيوصل للعام ديالو الأول كنبداو نعطيوه أغذية اللي هي موزونة متكاملة باش تعطيه يعني النمو الكافي، يعني حنا كنبغيو دائما يكون صحة جيدة والمناعة والنمو الكافي، ودور ديال الحليب والمشتقات ديالو هادشي كله غادي نتحدثوا عليه أكيد في حلقتنا ديال اليوم. بطبيعة الحال كنقول شكرا جزيلا لوجود ياسين اللي حاضر معنا اليوم في تأمين أكيد يعني مكالماتكم مباشرة والبث المباشر وكذلك الإخراج الفني لحلقتنا دي اليوم، وأكيد لأرقمنا لكل من حاب أن يتواصل معنا في موضوع حلقتنا، وأنا عندي أكيد ويقين أن كثير أنتم مستمعاتي حابين أنكم تكلموا معنا في هذا الموضوع، لأن فعلا كتعانيوا كثير. فاللي عنده أي سؤال الدكتور اليوم عفيف مولاي سعيد، عنده أي استفسار، عنده حاب يتعرف بأي حاجة مهمة كتعرق له خصوصا كيفاش ممكن يقنع وليداته في الأكل الصحي والمتوازن، على أرقمنا 05 22 31 33 33 أو رقم تاني اللي هو 05 22 30 30 00. إذن بسم الله وعلى بركة الله نبدأ دكتور عفيف مولاي سعيد. أول حاجة صباح الخير. السلام عليكم وصباح الخير، وصباح الخير والسلام عليكم لكل المستمعات والمستمعين. وهذا موضوع مهم كما شرطي ليه، النظام الغذائي هو مهم، وحنا إلا تندويو اليوم على الطفل فتندويو على رجل الغد، تنعرفوا بأنه الواحد ما يمكن يمارس أي عمل إلا ما كانش بصحة جيدة، وتنعرفوا بأنه الصحة رتاج أكيد فوق رؤوس المرضى. هذا النظام الغذائي كما شرطي ليه خصنا باش حنا اليوم بصدد أننا نتفادوا بعض المشاكل ونتفادوا بعض الأغلاط اللي تنديروهم عن غير قصد. تنهضر هنا كوالدين أب وأم. أولا هنا ما يمكنش نهضروا عن النظام الغذائي بلا ما نهضروا على الأهمية ديال الرضاعة الطبيعية، واللي نعرفوا بأنه مع الأسف هي في التقلص، وهذا ما يمكنش نخسنا ولا بد فين ما كانت عندنا الفرصة أننا ندويو على الرضاعة الطبيعية والأهمية ديالها، وخصوصا أنها تتكون غير الرضاعة الطبيعية راه كافية فيها كل ما يحتاجه الطفل في الكافية بوحدها في الأربع الأشهر. للأسف أن في أوروبا ودول غربية ولاو كيرجعوا للرضاعة الطبيعية، حنا اللي كتعلم من قبل ولينا كنبداو مابقاش عندنا هذا الصبر الكافي. هذا حاجة وحدة. ثانيا بالنسبة للنظام الغذائي هنا ترجع الحنكة والبون سونس اللي كان عند الأمهات ديالنا، رغم أنه ما كانش عندهم لا قراية ولا وعي، كان واحد الوعي، وهذا الوعي هو المهم. الور كو دابا تنشوفوها وتقراو في الانترنت هذا، دونك خصنا نبقاو داك الشيء طبيعي. دابا ولينا تنمشيو نقلبوا هذا ماكله بيو، هذا الور كو قبل راه كان عندنا الحمد لله كل شيء بيو. مازال في المغرب راه مازال عندنا الامور في هذه الطبيعيه الحمد لله، كنتقداو في الاسبوع كنشي خضيرات طبيعيه طريه، الوغ كاين غير الكونجلي او كاين غير المجمد ياك في الدول الاخرى. في الدول الاخرى اذا هذا مهم. دونك هذه المرحله الاولى ديال اربع الاشهر الاولى ما تنتذكروش فيها، فيها غير الحليب، وتكون دكتور الحليب الام كافي كافي، كافي. نتمنوا انه بعض الخطرات تنعرفوا بانه باش من ثاني ما نحملوش الام شي حاجه اللي اكثر من الطاقه ديالها، وانا كنت متصالح مع الام لا وانا لا مش متصالح انا
من دائما من هذا المنبر ما يمكن ليش واخا نبقى نشكر الام ديالي كل نهار من الصباح حتى العشيه ما يمكنش نرد ليها حتى شي شويه من داكشي اللي الله يسمح لنا من حق الوالدين اللي دارت معايا. ولكن تنقول بانه الام اليوم راه صبحات وحنا تناديو بالمساواه ما بين الرجل ما بين المراه راه صبحات هي تخدم صبحات. اذا الام اذا كانت تخدم خصها يكون التوازن ما بين العمل ديالها حيت هي راه عندها جوج ديال الخدمات، عندها الخدمه في الدار ومع مع الوليدات وعندها الخدمه على 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 برا. اذا هنا تيخصنا نوجدوا لها الرجوع للعمل ديالها. العمل ديالها هي اذا هنا تيكون وراه حتى القانون تيعطيها الحق باش تمشي ترضع الطفل ولا الطفله ديالها. اذا خصنا مع الطبيب الاطفال تشوف شنو هما الاوقات اللي تتكون فيهم هي في الخدمه انه يكون. وهنا تنأكد احنا باسكو هنا مضطرين تيكون الحليب الاصطناعي ماشي حليب اخر. أيه. ماشي الحليب العادي. الحليب الاصطناعي اللي كيتباع في الصيدليات اللي تيتباع في الصيدليات اللي تيناسب اللي كاين فيه البروميير اج ثلاث شهور وكاين من بعد ست شهور الدوزيام اج. دونك هذا مرحله اولى. مرحله اللي قلنا تتبدا في اربع شهور بشويه بشويه باش نبداو هنا خصنا نعلموا الوليدات حيت الواحد تيمشي مع القضيه السهله انه تيوجد البيبرون تيدير فيه الخضره ويعطيها ليه. خصنا نعلموا الوليدات انه يجلس ونعطيه بالمعلقه بشويه بشويه. النهار الاول غادي ياخذ جوج. اذا هذه مساله تعود دكتور واخطاء تتوقع فيها الامهات يمكن ما كتعرفش العواقب ديال من بعد. كان الوعي عند الامهات ديالنا وتنشكروا كاع الامهات اللي كان عندهم الوعي وما كانش ديك الساعه لا كتوبه لا انترنت لا والو، ولكن كان الوعي وكان واحد شويه ديال الصبر. دابا اليوم الصبر تقاد شويه زاد زاد الله لا اله الا كلشي بسرعه 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 ما كاينش الوقت. اذا حيك هذاك اللي نبغي ناكد عليه وهذه تاهي معلومه مهمه هو انه الاكل راه سان بليزير. دونك خص يكون نشاط باش ياكل ماشي مضاربه خص نعطي ولا واحد الدور ديالي واجب ديالي خصني نسالي الزربه باش خلط هذه المواد اكثر من نوع من الخضر في الدفعه الاولى دكتور لان احنا كنعطيو تنبداو في الاول شويه ديال الخيسو بطاطا من بعد كل نهار تنزيدوا حاجه. علاش؟ باش تشوفوا واش ما كاينش شي حساسيه واش ما غاتبانش شي حبوب واش ما هذا واش وراه الواحد اللي تنبغي تذوق كل حاجه. الله يرضى عليك هذا مهم باسكو تيربي الذوق ديالو. اذا خصنا نربيو ليه ذوق سليم. يعني اذا كان دابا وليداتي كينفروا من الاكل الخضر فهذا الدور ديالي يمكن انا ما ربيتهمش عرفت اذوق انواع الخضر. خصنا يتذوق وحده خصنا ما تكثروش الملحه خصنا ما كثروش. كاين الناس اللي تيدير لك الخضره ويديرها سميتو فيها السكر حلوه باش ياكلها. تقول لك ما تيبغيش ياكل خصني نحليها باش ياكلها. هذا خطا كبير ياك. فوالا خطا كبير. كل حاجه راه بالمذاق ديالها الاصلي المذاق ديالها الاصلي والمذاق ديالها ونعلموا الوليدات حنا راه تنقولها لهم يشربوا الماء المهم. ومن بعد تنبداو في الاول بالخضر. المهم هو تبدا تدريجيا تتبدا في الاول بالخضار من بعد تدير اللحم. وهنا اللحم تتبدا بواحد البروتينات ضروري شويه 5 غرام من بعد 10 15 20 تنوقفوا في 20 من بعد تنطلعوا ب 10 غرام كل شهر البيض ديال الدجاج الصفر ديال البيض ماشي البيض بشويه بشويه. النهار الاول ربع او لا في الاول حيت تنبداو دابا كاع التجارب وكاع المعلومات العلميه تتقول بانه تنبداو من اربع شهور باش نعلموا الطفل وباش نقصوا حتى الحليب. إذا كان عنده الحليب ديال مو بوحدو طبيعي اكسكلوزيف هنا تعطلوا واحد شوية ولا إذا كانت الحساسية في العائلة تنتعطلوا واحد شوية في الحوايج تيديروا الحساسية بحال البيض ولا البروتينات بشكل عام. المهم راه كما شرتي ليه في التقديم ديالك خص يكون واحد التوازن ما بين البروتينات ما بين الدهنيات ما بين السكريات وما نكثروش السكريات حيت حنا اللي تنعلموهم بعض الاشياء. حاجه اخرى اللي يمكن نشيروا لها انه فاش الدري تيوصل عام كاين ذاك الحليب ديال الكرواسونس راه هذاك هو اللي خصو يتعطى لحقاش فيه الحديد. يعني ما تنوقفوش عن تاع الطفل ديالي غادي على الحليب. الحليب هو المهم اساسي
خصو على الاقل 500 مليلتر ديال الحليب ولا ايكيفالون اللي هو الياورت ولا الفرماج. حاجه اخرى مهمه فاش حصص متوازنه بطبيعه الحال، حصص متوازنه وحنا تنعرفوا بانه خصنا دائما تكون مراقبه ديال النمو ديال الطفل في العام الاول راه تقريبا كل شهر مع اللقاح اي كيتعبر تيتعبر غادي كنراقبوا الوزن ديالو الطول ديالو. العام الثاني ثاني راه كاين اللقاح، فاش يفوت العام الثاني خصو على الاقل يتشاف كل 6 شهور عند طبيب الاطفال، وفاش يفوت 5 سنين في كل دخله ديال المدرسه تنشوفوه، تنشوفوا الطول الوزن واش يشوف مزيان واش يسمع مزيان. دونك هذا الشيء وحنا غاديين معاه بالمراحل كل شيء مهم. حاجه اخرى اللي هنا خصنا نقولوها واللي مهمه داك الكوتي ديال العشرة حنا غادي نرجعوا لهذه النقطه هذه. يعني دابا الوليد صافي راه غيقرب يدخل المدرسه ياك، وصلنا ثلاث سنين غادي على نفس النظام، ما كاين حتى شي تغيير. ملي غادي يبدا يدخل المدرسه هنا كذلك النظام ديالنا غادي يتغير، لان غادي يبدا يخرج خارج الوسط المحيط العائلي. دائما على ارقامنا 05 22 31 33 33، او الرقم الثاني اللي هو 05 22 30 30 00، غادي نستقبلوا المكالمات ديالكم في موضوع حلقتنا ديال اليوم تغذيه الاطفال، يعني كيفاش غادي نحبوا لوليداتنا ياكلوا اكل صحي ومتوازن بعد هذه الوصله الاشاريه القصيره. ونعود لمواصلة جزءنا الأول من مشوار لالة فاطمة، البرنامج لكل أفراد الأسرة كبار وصغار. أش خبار الوليدات؟ اليوم كنناقشوا موضوع فقدان شهية عند الأطفال، كيفاش نحبوا أكل غذاء متوازن خصوصا الخضر دكتور كيف ما شار عفيف مولاي سعيد اللي هو طبيب أطفال. واليوم دائما احنا معكم بكل استشاراتكم العائلية، اللي عندها أي سؤال في هذا الموضوع. أنا عارفة أن الأمهات كيتمحنوا كثير في إقناع وليداتهم من الأكل، لأن دكتور كاين واحد النوع ديال الوليدات اللي رغم أن المراقبة ديالو صحية مزيانة طول الوزن غادي في النمو ديالو هو هذاك، ولكن تتكون الشهيه ديالو قليله وضعيفه، هما اللي تنسميهم دوك لي بوتي مونجور، دونك ما تياكلوش بزاف. شنو يعني تعريفكم انتم هاد النوعيه ديال هاد الاطفال اللي موجودين؟ هاد النوعيه هادي كاينه، وهذوك الدراري تتلقاه جالس وتيتحرك تيحرك يدو، دونك حركي حركي الا كان حركي راه تي يستهلك لي كالوري، ولكن فاش تشوفوا تتشوفوا بانه اللي مهم ديما تنعودوا نرجعوا ليه هو النمو ديالو. تلقاه غادي مزيان، تيقرا مزيان، تينعس مزيان، ما كاين حتى مشكل. اذا ما عندوش كيف ما حنا كنقولوا فوالا هاد ولكن حتى نحيدوا جميع تنشوفوا النمو نشوفوا هذا عاده نقولوا ليتيكات راه بوتي مونجور. دونك هاد القضيه، وكاين العكس هذه اللي غادي نتكلموا عليها كي ديك تاهما دوك الوليدات اللي كيكونوا ما شاء الله السمنه المفرطه عندهم، وهذه ملاحظه ولينا كنشوفوها في تزايد دكتور في الاونه الاخيره، ولا وليداتنا عندهم هذه المشكله ديال السمنه. الاكل ديالنا ولا كيف ما قلنا خارجي اكثر منه ديال الداخل ديال الدار. الوجبات السريعه كنعرفوا الاضرار المخاطر ديالها، خلاص ان عديمين الحركه ولا الترونسبور كيديهم من الدار كيجيبهم النهار ما كيلعبوا شاي، لا ما تلعب شاي غير البلاي ستيشن غير في الدار، هذه كلهم يمكن اسباب اللي كتخلي الوليد ما كيتحرك شاي بزاف. هذا معقول، وخصنا نعرفوا بانه ولا عندنا الوجبه الرئيسيه اللي خصها تكون الغداء ولات عندنا هي العشاء. هي العشاء صحيح، لان في فين كيجتمعوا كاع العائله. حنا راه تنعرفوا مكتوبه عندنا فاش كنا صغار تعشى وتمشى، هو تيتعشى وتينعس. دونك كل عشاء فقراء يكون داك الشيء بسيط ياك. فوالا الغداء هو اللي خصو يكون الوجبه الرئيسيه، وخصنا نعلموا الوليدات انه كاينين اربعه ديال الوجبات. كاين الفطور، كاين الغداء، كاين الكوتي، كاين العشاء. والفطور بالدرجه الاولى، والفطور بالدرجه الاولى حيت تنعرفوا بانه درنا داروا عده ابحاث، وانا حصل لي الشرف انني شاركت في واحد البحث فاش كنت في فرنسا، ولقينا بانه 60% ديال الاطفال اللي عندهم السمنه ما تياخذوش الفطور، ما تيفطروا شيء. اذا هنا تنتجه الامهات انهم يفيقوا وليداتهم بكري باش يجيه ذاك لونفي باش يفطر، باش يجي الشهيه ديال الفطور، لان ما كنفيقوا معاه. ما لا فقيتي مع الطلو خصو يلبس مع الطلو يجري الترونسبور يتسنى، اذا راه ما يفطر ما غاديش يفطر، او هاك الشري اللي بغيتي يفطر. هذيك هي الكارثه الكبيره. هلا غادي نمشيو للستوندار، لان اكيد بغينا نسمعوا اراء المستمعات ياك. ناخذ اول اتصال. الو صباح الخير. الو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام لاله، صباح الخير. كنشكرك اختي على هذا البرنامج. الله يطول عمرك لاله، مرحبا بك، تفضلي. عندي اختي واحد السؤال، انا كان الرضع بنتي دابا عندها عامين. واخا نشرفوا غير باسم كريم الا سمحتي والمدينه. حفيده لاله، حفيده من بن سليمان، تفضلي لاله حفيده.
سؤالك؟ مين ما كتاكل لي والو نهائيا؟ قلت لي كترضي حاجه ما كتاكلها؟ رضاعة صافي. رضاعة ديالك ديال البزوله ياك كترضيها إيه؟ متى دابا؟ عند عامين. دابا عند عامين. ايه ما كتاكل لي والو ما شاء الله. والحليب ديالك الدكتور شنو واش نفطمها ولا؟ والحليب ديال الكافي كيشبعها؟ كيشبعها انا كيجيني ناقص، ولكن هي بالنسبه لي ملي كترضع ما كتاكل. وغادي نشوفوا راي الدكتور شنو غادي يقول لنا في هذه النقطه، واش فعلا كافيها ولا لا. شكرا. ياك في هذا العمر هذا ديال عامين ناخذ اتصال ثاني. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا سيدي صباح الخير. اختي تمام لاباس؟ الله يبارك فيك الحمد لله. كنشكروا مع البرنامج. الله يطول عمرك سيدي. مرحبا دكتور. معاك بارك الله عليك. تفضل سيدي. انا عبد الرحمن من الدار البيضاء. اهلا خويا عبد الرحمن تفضل. الله يخليك. عندي الوليد كياكل مزيان، المهم كياكل مزيان وكلشي، في النمو ديالو مزيان، في الوزن مزيان، ولكن حركي شويه وما كيركزش في القرايه. ما تركزش عندك في القرايه؟ القرايه ما كيركزش. عرفت علاش؟ ما عرفتش غندير معاه. واخا نسول الدكتور في هذا. والحمد لله الصحه ديالو والجسم ديالو مزيان، كيكبر كينمو ما كيشوفش مزيان. عنده دابا طالع 6 سنين، عنده 18 كيلو في الوزن. غير القرايه اللي ما تيقراش مزيان، واش ما تيعقلش؟ ما عنده فكره ديال انه الذكاء ديالو ما تيعقلش، ما تيتذكرش مزيان ولا؟ اييه ما كيعقلش. ما كيعقلش هو على ديك الحرف الاخر. هذه مشكله كذلك عند الوليدات، الحرف الاخر اللي كيعقل ليه صافي. واخا خويا عبد الرحمن شكرا جزيلا لك على الاتصال ديالك من الدار البيضاء، واكيد دكتور غادي يجاوبك. ناخذ مكالمه جديده. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. صباح الخير سيدي، مرحبا بك. لا استاذ، اش اخبارك؟ الله يطول عمرك، مرحبا بك خويا تفضل. نشكركم على البرنامج بزاف. الله يبارك فيك خويا تفضل. الله يجزيك بخير استاذ. عندي واحد البنت عندها 7 سنين. اها 7 سنين ما كتاكل لا الحمله الدجاج لا الغساله، حوت لا يديك لا يخليك، الفرماج والخبز واتاي. صافي صافي، هادشي اللي كتاكل. انا خلعتني انا اختها لا تموت ولا ما عرف شنو واقيلا، ولكن ما كتشكيش حتى شي حاجه غير الفرماج وخبيز. صافي هادشي اللي كتاخذ. ولا كاين شي شويه ديال اللي كيمسك بعض المرات بحال العدس ولا لوبيا اللي داروه في السيمانه واحد المره ولا جوج. وبالنسبه للنمو ديالها والطول ديالها وداك الشيء غادي مزيان؟ دا كيبان لي، كتبان لي عادي، كتضحك تتقرا عانيه، كتقرا في التحضيري، وزعما غير خفت انا على هذا الشيء حيت ما كتاكلش. انت عندك تخوف من باقي المواد الاخرين، واش كاين هناك توازن ولا لا؟ واخا ذكرني الحليب بحال هذا الشيء، المواد الحديديه ولا شي حاجه، شنو عندك غير يوقع لها شي حاجه مع فاش تكبر؟ شي انيمي ولا شي حاجه. ذكر غير اسم كريم الا سمحتوا للمدينه. الله يعطيك الخير. سعيد من خنيفرة. سعيد من خنيفرة خويا سعيد، شكرا جزيلا لك، اكيد الدكتور غادي يتكلف يجاوبك. ناخذ اتصال جديد. الو السلام عليكم. الو صباح الخير. الو الو السلام. وعليكم السلام سيدي تفضل. قولي اختي. عندي بنت سعود. دكتور الله يجزيك بخير، انا عندي واحد بنيه في هذا الشهر ان شاء الله بتكمل 7 سنين ياسي. ايه وما كتبغيش تفطر ليا مع الصباح. وانا مع الصباح ما كتبغيش تاكل ليا الماكله. دابا كتمشي للمدرسه هكاك ما كتجي حتى في السوار الاخر عاد كتاكل شي شويه، والوزن ديالها ضعيف. وكديروا لها شي محاوله في ذاك الفطور؟ يعني كتفيقوها بكري، كتحسوا انكم كاملين كتفطروا، ولا غير كتفرضوا عليها غياب وحده تفطر؟ لا كتفيق، وقيت المدرسه بحال هكا كتفطر مع امها وداك الشيء. واخا كيكون الفطور منزل مع امها وداك الشيء ما كتبغيش تفطر؟ لا ما كتبغيش تفطر، هي من الصغر ديالها دايره هكاك سبحان الله العظيم. واخا دابا انت عندك تخوف، قلتي لي ان هذا المشكل ديال الفطور كيفاش غادي دير؟ واخا سيدي شكرا جزيلا لك. الله يبارك فيك، شكرا على الاتصال ديالك. احنا دكتور غادي نتكلفوا اكيد نبداو نجاوبوا على الاسئله. نبداو بحفيظه من بن سليمان، تتقول عامين وهي كترضع. ما شاء الله، انا كنقول لها يعطيك الصحه انك صبرتي هاد العامين. تتقول لك هي الوليد ديالها كياخذ غير الحليب ديال البزوله، واش هو كافي؟ لا ما كافيش. المهم راه دارت عامين، دارت وكثر. واش تفطم؟ واش اللي مكتوب في القران؟ اذا هنا راه عارفه خاصها تفطم. غير المشكل اللي كاين وتتكون واحد العلاقه ما بين الام والطفل على ذاك الرضاعه، اذا خاصها ماشي تفرق عليها نهائيا. هي راه هي اللي ما باغياش حتى هي. اذا خاصها هي باش تفطم، راه صعيب باش يكون ذاك الفطام. لحقاش بحال واحد بحال قطعتي واحد كونترا كتكون لو كوردون. دونك تتقلق الام، اذا خص تكون هي بريباري بسيكولوجيكمون، مهيئه نفسانيا ومستعده. مهيئه نفسانيا ومستعده هي، وتتصبر واحد سيمانه. ولكن الفكره انه ما تيتقبلها والو، يعني كتقول لك انا بديت كنقول لك الحليب. هو الا بقيتي عاطي غير الحليب ديال الرضاعه، هاد الاطفال تيكونوا بحال هكذا.
عنده داك الشيء ساهل موجود، إذن خصو يعرف بأنه كاين شي حاجة أخرى، كاين الماكلة الأخرى، كاين إذن فاش غادي يكون فطام، الفطام تيكون كما قلنا بما أنها وصلت عامين دونك راها خصات ولا بد تبدا تخلو شي حاجة من وفاش غادي تفطم، وهنا الدور ديال الحليب ديال الكرواسونس راه مهم، ويمكن الطبيب هنا تيجي الدور ديال الطبيب الأطفال أنه غادي يعاونها، غادي بعدا يشوف الوزن دابا والطول وكاع يطمئن بالفحص على الصحة ديالها ويشوفها من بعد 10 أيام وداكشي باش تشوف بأنه واخا فطماتها وتدخل راه تتزاد في الوزن، إذا تتكون واحد المراقبة في ذاك الشهر الأول ولا شهرين ومن بعد راه الأمور تدخل. هنا مثلا في بن سليمان أكيد حفيظة يمكن غتكون في البادية ديال بن سليمان، حليب ديال البقر لا حنا لا الله يرضى عليك، حنا تنقولوا بأنه خص الحليب ديال الكرواسونس. علاش؟ باسكو زايد فيه الحديد. ماشي تندير لهم هنا الإشهار ها وحدة. ثانيا المشكل في البوادي راه قالها واحد الأخ هو سعيد من خنيفرة، ما يمكنكش تعطيه أتاي، تنعرفوا بأنه أتاي ستانكيلاتور دو فير. دونك هنا غادي نستغلوا باش نجاوبوا السي سعيد، هذاك النظام الغذائي راه ماشي معقول. إذا غادي يكونوا نواقص وراه خصو يمشي لعند طبيب الأطفال في المدينة ديال خنيفرة ويدير تحاليل وغادي يلقى بأنه الحديد عنده نقص، الحديد كاين يمكن يكونوا حوايج أخرين ناقصين، إذا ما يبقاش متخوف وتيتسنى، يقضي الغرض يمشي لعند الطبيب يدير هذا. وخص هنا فين الدور ديال الطبيب راه تيدير واحد الدور بسيكولوجي مع الطفل باش حتى هو تيعاون الاباء، حيت دائما حنا تنسمعوا لشي واحد من على برا ما تنسمعوش اللي دخلوا نون ني بروفيت دون سون بي. دونك حنا جاوبنا على هاد حفيظه من بن سليمان، اذا حليبها بوحدو ما كافي شي خصها تدخلوا من دابا وتفطموا، هذا هو الوقيته. عبد الرحمن من الدار البيضاء تيقول لك الوليد عنده 6 سنين تياكل مزيان ولكن القرايه عنده ما تعقل شيء، يعني إلا كانت في القرايه. إلا كانت 6 سنين و 18 الكيلو راه ناقص شويه، حنا نقصوا في نار ناقص شويه والقرايه من ناحيه القرايه هنا خصنا نعرفوا بانه الدور ديال الطب الدراسي اللي مازال ما منميش عندنا بزاف لا ميديسين سكولير، حيت خاص يكون واحد متابع يمكن في المدرسه، متابع في المدرسه من الطبيب ديال المدرسه اللي تيتكلف، متابع من الطبيب ديالو اللي تيتبعو، ومتابع من الاساتذه، ومتابع من سميتو من الوالدين. هيك هذا يعني الحفظ والتركيز راه دخلت هي في نظام الاكل، يعني الا ما كانش كياخد اذا خصنا نشوفو. ولهذا هذا موضوع اللي دوينا عليه دابا ولكن اللي هو مهم وخص يكون هذا التكامل. علاش؟ باسكو بعض الاطفال تيكون خصهم هاد ليكيب فاش تناقش وتتشوف هاد المشكل ديال هاد الاطفال، تيمكن لنا بما ان عنده يلا 6 سنين شوفوا شنو المشكل. شنو المشكل؟ اذا ندركوا الامر من دابا، ما حدو باقي صغير. ولكن راه خص ولا بد الطبيب المعالج، الطبيب المدرسي والمعلمين باش نعرفوا اشنو هو المشكل. اذا كان هاد الوليد خصو تركيز اقوى وخصو متابعه في المنزل اقوى من الوليدات الاخرين، اذا خصنا نديروا معاه. اذا كان ناقصو بعض المواد هذا خصنا نعطيهم ليه. دونك هذا موضوع مهم باش نوجدوا رجل الغد وباش نقصوا من الهضر المدرسي. اييه صحيح دكتور. كذلك سعيد من خنيفرة اللي بنيتها 7 سنين تقول لك تعتمد فقط على الفرماج ولا الخبيز، والا كان الا كان هذا راه جاوبناه قلنا لي اتاي ممنوع وهذا الشيء راه ماشي معقول. اذا هذا خصو يمشي يشوف الطبيب ديالو وخصو يدير تحاليل، ومع الطبيب راه غادي يقول ليها اش اللي خصو يدير باش يشوف شنو هو النقص. حيت هو متخوف عليه تقول لك واش خايف عليه، ولكن خايف وجالس ولا لا خايف وجالس يخاف ويتحرك ويدير المبادره باش يديها عند الطبيب. فوالا. طيب المكالمه الاخيره على النقطه ديال الفطور، الغاء وجبه ديال الفطور. قال لك البنيته ديالو 7 سنوات. لا راك شرتي ليها في التقديم ديالك وقلتي الفطور مهم، انا متيقن
وانت راك تعرفيها ايه تنتي نهار الحد راك تفطري في خاطرك صحيح باسكو تفقي على خاطرك اذا نعلموا هذا ويكون اللي راه شرنا ليها خص الاكل يكون بليزير ما يكونش بلاتي راه هو تيلبس سربي راسك لبس راه تيتسنى وخصك تمشي غتوصل معطل وداك الشيء راه ما يمكنش يفطر ايه لو ستريس تيحيد الشهيه اذا هنا خاصهم انفيستيو شويه ويبداو في هذه الوقيته راه هذه وقيته ديال العطله هذا الوقت باش يعلموها انها تبدا تتعلم تفطر اجي الموضه جديده دكتور دابا اللي ولات هذا الشيء ديال السيريال والحليب في الزلافه وخذ فطر وسير الله يعاونك كافيه لا خص الفطور حنا تنتبعوا غير الاشارات والموضه لا لا الفطور خصو يكون كامل السيريال مزيانين الحليب ضروري الفطور خصو يكون متكامل حنا دائما تنعطيو كاطباء لي كومبلكس وتخرج الولاده بجديد لا ما كاين مشكل غير وكان تنقولوا بانه الفطور خصو يكون متكامل فاش نكونوا تنقولوا على واحد الوجبه متكامله راه فيها البروتينات فيها الدهنيات فيها السكريات فيها اللي فيها لي سيل مينيرو فيها لي فيتامين اذا تنهضروا على العصير الطبيعي تنهضروا انه يقدر ياخذ حتى الصباح بيضه مثلا في الصباح خصو يكون فطور متكامل وحنا دائما تنعطيو المثال تنقولوا ان بون بيتي ديجوني اونغلي ديال هذاك خصو يكون كيما تتفطري نهار الحد نهار الحد الواحد يفطر مزيان تيتهلا في راسو خصو يكون ذاك الفطور بحال هكاك علاش باش من الفطور حتى الغداء ما تاكل والو والواحد فاش ياكل راه تياكل تيعطي لراسو لي كالوري دونك تمشي تتقرا مزيان تتركز مزيان راه هادشي مهم السكريات وحنا خلاص انا وليداتنا للاسف انا نهار كله غايبين في المدرسه ما تنراقبهم شيء هل بونبون هل الشوكولا هذاك الشيء اللي تيتباع قدام المدارس وحنا تنغريوهم بالفلوس كيكون عندهم داك الشيء على لابوش دونك عندهم كيفاش نراقبوا وليداتنا؟ احنا المساله ديال الاعتماد غير على السكريات راك تشوفي دابا في الاشهار رجعوا لشي حوايج يفو بروندر 5 ليغوم اي فروي يفو عديد دونك ولينا دابا ولا بلوس كاع ولا كثر ايه احنا قبل كان عندنا هذا الشيء علاش نقول لك خصنا دائما نرجعوا للاساس ديالنا قبل كان ما كانش هاد الحوايج اللي تيغريو بزاف كنا هانين اذا خصنا كالكوتي من الدار كيتخاد دكتور خصنا نعلموا وليداتنا انه الحوايج اللي ماشي ها علاش وعلاش ونتذكروا معاهم ونهضروا معاهم وبشويه بشويه دابا المشكله الواحد فاش يبدا يبكي ما فيك انت ما يصدع راسك اذا انت تعطيه كتعطيه الا عطيتي النهار الاول النهار الثاني ما يمكنش النهار الثالث تقول ما نعطيش او الوليدات كيتعاندوا بعضياتهم هاد القضيه هي داكشي علاش حنا مثلا انا كأم كنقدر نحارب هاد القضيه ونعطي لوليداتي كوتي من الدار نحضرها انا في الدار ولكن تيرفض تقول لا كيصحابي كيشري انا نشري شوفوا مدام راه دوينا وقلنا داك الكوتي ديال العشره راه ما كاينش دونك ما يمكنش نقولوا راه غنعطيو الكوتي راه فاش يرجع من المدرسه في العشيه راه تيدير الكوتي هو اللي كاين هو اللي كاين كاين الفطور الا فطر مزيان راه ما غايجيش الجوع دونك غادي يبقى شاد حتى للغدا حتى للغدا وخصو يتغدى مزيان باش يمشي ثاني يقرا مزيان وفاش يجي يدير الكوتي وفاش يتعشى يتعشى بكري ما يبقاش يتسنى حتى يجي والديه مع تسعود ولا تسعود ونص ديال الليل الا كانوا خدامين غادي يتعشى اذا انت تعطل حتى السبعه خصو ياكل العشاء ديالو السبعه السبعه ونص اذا كان تعطل ديال العشاء راه تياثر اذا هاد الحركيه هي اللي خصنا كلنا لا 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 ميديا لا اطباء لا فاعلين خصنا لا في المدرسه حنا دابا رجعنا بان تنعرفوا شنو هو الدور ديال المدرسه تنعلموا الناس اذا الدور ديال المدرسه مهم ولكن باقي النقطه ديال الكوتي كوليكتيف باقي كيدار في المدارس خصوصا المدارس في فرنسا مع ولات عندهم بلوس ديال دري على خمسه عنده السمنه حيدوا الكوتي في المدرسه ما بقاش داك لي ديستريبيتور اللي كانوا في المدرسه ما دابا حنا تنديرهم لهم في المدرسه اذا وصلتناش حنا باقي ما وصلتناش لا مش ما وصلتناش مي خصنا نحاربوا هادشي غادي نتكلموا دكتور كذلك على السمنه وفقدان الحركه عند بعض الوليدات واللي ولينا كنلاحظوها كذلك كنعتمدوا ان دائما على ترونسبور كيف ما قلنا كيدينا المدرسه كيجي الوليد جالس النهار كله في الدار امكانيات ديال الراحه ولات اكثر فبالتالي الوليد ما كيلقاش يعني يدير مجهود حركي هذه كذلك عندها تاثيرات شنو نقدروا مثلا عندها تاثيرات لحقاش نعرفوا ان السمنه عندها تاثير عندها تاثير من بعد تنعرفوا بانه كما قلت
التجارب اللي داروا تتقول بانه الدري اذا كانت عنده سمنه في 10 سنين ولا مع الاسف والديه كانت عندهم سمنه عنده اون مال شونس باش يكون عنده السمنه في لادوليسونس ديالو باش يكون عنده السمنه اون طون كادولت مع الاسف ديال 50% حيت هو عايش في وسط عائلي يمكن ما اذا هنا تنقولوا انه فاش تبدا تبان في الاول لحقاش السمنه الا خليتي حتى تانستالات صعيب باش تداوي خصك باش ترجع لذاك النيفو الدراري عندهم واحد لا شونس اللي ما عندناش حنا كبار انهم تيطوالوا اذا الا كان تيطوال الا كان مثلا زيد 3 كيلو ما غطلبش منه بانش يضيع كاع داك 3 كيلو لحقاش مع تيطوال غير ما يبقاش يتزاد ينقص شويه وما يبقاش يتزاد ونعرفوا بانه في الشهر الاول هو فين تينقص الواحد بزاف ومن بعد تيتعود الجسم هاد النقطه كذلك دكتور عفيف مولاي سعيد ديال الوليدات اللي ما تيطوالوا شيء من الاسئله الكثير اللي كتجينا صراحه الامهات تتقول لك ولدي كياكل ولكن ما تيطوال شيء قصير وهي دائما كتبغي انه يكون طويل ما شاء الله والوزن ديالو غادي معقول غادي ناخذ مكالمات المستمعين الو السلام عليكم الو السلام عليكم صباح الخير لاله مرحبا بك صباح الخير لاله سميه لاباس والله يطول عمرك مرحبا لاباس بارك الله فيك انا يلا بغيت نسولك نيت على هذا السؤال على ديال الطول ياك ها ديال الوليدات اللي ما تيطوالوش واحد الوليد عندنا ملي تزاد بدا ناقص 3 سنتيم ودابا عنده 4 سنين بقاو ديك 3 سنتيم ديما تنديو عند الطبيب تيقول لنا راه ناقصهم هذا دابا الطبيب اللي تيقول لك راه ناقص والوزن ديالو ماشي غليظ ولا شي حاجه زعما ضعيف وهذوك 3 سنتيم بقى ناقص فيهم عنده دابا 4 سنين دابا عنده 4 سنين انت خايفه لما يطوالش يبقى ديما عنده داك النقص هذاك الشيء بغيت نشوف مناش واش كان شي اكل ولا شي حاجه اللي حاجه ديال الاكل زعما اللي ياكلها ويطوال هو ما تياكلش مزيان ولكن هاد 3 سنتيم ملي تزاد ملي تزاد كانت الولاده ديالو طبيعيه مزيان في ظروف مزيان قيصريه ولكن قيصري. عاديه زعما تزاد عادي واخ تزاد فيه في الاول 4 كيلو وتزاد عادي ما ماشي زعما عنده شي نقص ولا شي حاجه ولكن عملي دينا البروف تقريبا شي شهر ونص ولا شهرين قال لنا راه عنده شويه 3 سنتيم ناقصين واخا لاله دابا فين ما دينا تيقول لنا دوك 3 سنتيم باقي بغيت نعرفك الدكتور الله يخليك الا كان ها هو غادي يجاوبك الدكتور دابا غادي يجاوبك شكرا لك على الاتصال صباحك مبروك لاله صباحك مبروك هذه 3 سنتيم اللي دايره لها مشكل شنو نديروا فيها؟ هو باش نقولوا 3 سنتيم زعما خصنا هو لابد باش تعرف بانه لا كرواسونس شي حاجه ديناميك داكور خصنا دائما دو بوين الاول والثاني من بعد على الاقل شهر باش نشوفوا سكون ابل لا فيتيس دو كرواسونس اذا هنا تنشوفوا الوليد في لا كرواسونس واش غادي في داك لو كولوار ديالو يعني النمو ديالو واش غادي ويتصاعد واش غادي مزيان غادي في نفس لو كولوار ما نقش هي الا غادي ما نقش وكل شيء غادي مزيان واللي نسات خلي خصها تعرف انه اشنو هي لا طاي ديالها هي ولا طاي ديال با ديال با داكور ديال با اكثر فضروري الوليد هو غيكون اكثر وتتكون عنده بلوس دو شونس باش يكون قصير مشكلة ما قلت والو انا اذا هذه مشكلة لا ما قلت والو دونك خصنا نشوفوا باش نقولوا هذاك اش اللي تنترقبوا سكون اباي يعني عامل وراثة كيلعب دور لا طايب بريديكتيف مانتنو كاين العامل ديال الوراثة وكاين العامل ديال الأكل هي تتقول ما تياكلش مزيان ما تياكلش مزيان إذا خصك تشوفي وكما قلنا تشوفي الطبيب ديالك راه يمكن يطلب لك تحاليل واش نقص الحديد مثلا شنو المواد ضرورية اللي كتساعد في النمو في دائما حنا تنهضروا وراه قلناها أولا تنعرفوا بأنه راه قلنا الحليب والمشتقات ديال الحليب هادو ضروري كالسيوم هذا الفيتامين تي اكسترا دونك وحتى الدراري خصنا نعرفوا بانه دابا كاين انه خصو ديما نبقاو نراقبوا ديما نعطيوه لا فيتامين تي مهم هذه وحده ثانيا خصنا البروتينات كما قلنا داك التوازن ما بين البروتينات والدهنيات والسكريات وخصنا مع الاسف عندنا لا في الاكل ديال الوليدات ولا الوليدات اللي تياخذوها تاي بزاف هذا بحكم
منطقة ديالنا ما مزيانش بالنسبة للحديد، وتنعرفوا بأنه الحديد مهم. ثانيا خص الوليد يتحرك ويدير سبور على الناطاسيون على الباسكيت، هذا كلهم هادو عوامل تجعلوا أنه يكون ولكن اللي مهم وخص يبقى الواحد باش ما راه هاد الوليد ما ديكروشاش ما ينزلش، الا نزل خصنا نشوفوا علاش نزل، السبب علاش. طيب اذا انت الحركه والرياضه كتعاونوا في هذه القضيه والتغذيه المناسبه والسليمه، وركز كما قلنا على البروتينات لانها مساله مهمه في النمو. غادي ناخذ دائما مكالمات المستمعين اذا كان هناك مكالمه جاهزه. ياسين الو صباح الخير. السلام عليكم ورحمه الله. اهلا سيدي. وعليكم السلام ورحمه الله. يا كريم ولاباس عليك. الله يطول عمرك سيدي، الله يبارك فيك، مرحبا بك. الدكتور ديالنا تحيه الطاقم التقنيه في الانصاري. ربي يخليك خويا، تفضل. معك الوكيل الاذاعي محمد العطاوي. اهلا خويا محمد، مرحبا بك. الله يبارك فيك. لاله سميه. الله يبارك. دكتور. نعم سيدي. الله يجزيك بخير. عندي واحد الدريه عندها 10 سنين. ايه. وضعيفه بزاف، ملي كتمشي في الطريق تمشي للمدرسه كطيح، وما كتاكل ليا والو. كتاكل غير شويه تقريبا داك الربع ديال الخبز ولا شي حاجه، يدير فيه شويه زيت العود ولا شي حاجه، صافي حتى كاس ديال حتى الكاس ديال الحليب ما كتكمل. ملي كترجع للمدرسه كضرها راسها، ولا بعض المرات كطيح ليا في الطريق. كطيح يعني كتفقد كطيح ماشي غير كطيح شويه بحال كتعيا، ماشي كطيح كاع يعني ما كتعيش غير تطيح بحال كتعيا، كتبقى شويه عاوتاني كتنوض وكتمشى. واخ واخ، شكرا لك على الاتصال. اكيد الدكتور على الهواء غادي يجاوبك ضروري ضروري. سير عطاوي. لا هي فاش يقول لك تطيح سيلاستيني زعما فاشله بالعربيه الفصحى. ولكن انت ما كتكونش عندهم القدره ديال المشي او غير تقول يلا دابا حنا هزيني ماما خاص الكاربيرون باش يمكن لك تزيد، خاص الكاريولات يقول لك راه ما تاخذ والو، راه سي نورمال. اذا هاد الوليدات دائما ترجعوا لواحد النقطه ديال تتبع، ولهنا اللي تنأكدوا على الفحص، لحقاش هنا في الإذاعة بصدد إعطاء الوقاية ماشي بصدد إجراء فحص. إذا هنا تنأكدوا دائما بعض الأمور اللي خصنا ضروري ناخذوها اللي خصنا نوعيو بها. إذا تنأكدوا أنه خص ولا بد يكون واحد الفحص، وتكون الوزن والطول على حساب العمر، واش نقصه بدرجه، واش نقصه بجوج درجات، شحال نقصه. وفي بعض الاحيان تنكملوا بتحاليل باش نشوفوا كما شرتي ليه واش نقص الحديد اللي هو اللي مهم. وهنا تنعرفوا بانه هاد الوليدات هادو فاش تنعطيوهم حق، خصك تعرفي بانه الا كان الحديد نقص يدير فقدان الشهيه. اذا فاش نعطيوهم نعوضوا لهم هذاك الحديد عن طريق الأدوية تي يرجع داك الشهية، وتتقاد الأمور في الأغلبية ديال الأحيان. إذن نصيحة سهلة، خاص ولا بد يكون فحص، خاص تشوفوا واش خاص تحاليل ولا نقص الحديد، خاصو يتعطى الحديد وواحد النظام غذائي قاد بحال كونترا اللي تيدار بحضور الأب مع الطفل والطبيب المعالج، تيدير داك الكونترا، وتنعاودوا نشوفوا الوليد من بعد 15 يوم ولا شهر باش نشوفوا واش كان هذاك التتبع مزيان، واش الوليد تم انه بدا تيطلع في النمو ديالو الوزن والطول. دكتور عفيف مني سعيد، واحد الاشاره من عند غيتا تقول ان للاسف ان تغييرات عوايدنا وتقاليدنا وثقافتنا في الاكل، يعني ما بقيناش كنجتمعوا كاسره كيف ما كنا زمان، وهذا ما تيخليش الوليدات انهم يتشجعوا ياكلوا ويتعاندوا مع الكبار. شحال هذيك كنا في طبسيل واحد تنجمعوا تناكلوا، دابا لا، يعني الوالدين غايبين تياخذ الوليد الوجبه ديالو بوحدو، هاد الوحده بوحدو يعني كياخذ بوحدو كياكل بوحدو. واش ما كتشجعوش مثلا على انعدام الاكل ما يكون فاقد الشهيه من الاصل؟ هذه راه معقوله. ياك حنا راه بالطبيعه خلقنا ربي سوسيابل اجتماعيين، ما خلقناش باش ناكلوا بوحدنا. راه ميم معيور انك تاكل بوحدك. تاكل بوحدك صحيح. بحال حنا كنجنيو على وليداتنا انهم كنحطوا لهم بوحدهم. اذا فوالا، اذا خصنا ولا بد على الاقل، داك الشيء علاش تنقول الواحد الله يكون في العوان، ولكن الواحد على الاقل واحد كل ما تعطي فرصه يكونوا مجموعين واحد الوجبه في النهار تكون، ولا راه داك الشيء علاش كاينين العطل. واحد ياخذ واحد قسط ديال الراحه مع وليداته باش يكون معاهم، راه داك كان تيقول لك تيصدعوني غادي نسبقهم هما الاولين ياكلوا عاد نكون حنا كبار.
هو توا فاش كان صغير راه ما كانوش والدي تيقولوا لي تتصدعنا. اذا خصنا نتعاملوا بنفس المعامله اللي كانوا تيتعاملوا. يعني المشاركه هي عندها دور كبير. عندها دور كبير، وراك تشوف بانه الوليدات بعض الخطرات مثلا مع ولاد العائله ديالهم وداك الشيء تياكلوا ناشطين، راه هذاك حتى حنا تنقول ليه الله يخليك خصو مع من يتعاند وخصو راه هي داخله في الطريقه ديال. اذا هذا هي الخلاصه اللي بغينا نخرجوا منها في حلقتنا ديال اليوم دكتور عفيف مولاي سعد، وانا كنشكر كثير على هذه النصائح اللي عطيتي. فعلا حنا يمكن نكونوا كامهات كاولياء امور كنجيو على وليداتنا بواحد الطريقه اللي ما تكونوش واعيين بها. صحيح ياك اخطاء تنوقعوا فيها، ولكن ما كنكونوش داركين. هذا هو الموضوع ديال اليوم، اننا الا استفدنا اننا وعيد جنبنا هذه الاخطاء راه مزيان ان شاء الله. هادشي اللي كنتمناه دكتور، مشكور كثير على الموضوع ديال الحلقه ديال اليوم. انتم مستمعاتي مستمعينا كنشكركم على التجاوب ديالكم على كل الاسئله ديالكم. تنقول مع ديالنا ما قدرناش ناخذ مكالمات اكثر، ان شاء الله نتمنى تكون افاده عامه لكل الناس، استفدنا نتجمدوا كيف ما قلنا، لان هذا واحد مسؤوليه على عاتقنا، خصنا شويه ديال الصبر كيف ما قال دكتور عفيف ياك. ولكن اذا كان الموضوع احنا دائما لا احنا ولا انتوما عند المستمع، احنا بغينا اليوم يكون رجل غير صحيح نعاونوا عليه. المستمع اذا كان هذا الموضوع تيهم بزاف وداك الشيء يمكن نعاودوا حلقه واحده اخرى، ما كاين حتى مشكل. مرحبا، شكرا جزيلا لك ياسين الانصاري على المتابعه ديالك الفنيه والتقنيه. اكيد مجازاه العاشره.